توجه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر. قال مفتي الجمهورية إن انتصارات حرب 6 من أكتوبر المجيدة قد سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري والقوات المسلحة حتى تحققت ملحمة النصر والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعاً.